السائلة تسألت تقول اليوم اتنرفزت على بنتي وكان ما كان، هي تسأل عن حكم الصيام اليوم، هل فسد تقضي غيره؟ دائما ما أنصح نفسي والأخوات الفضليات والسادة الرجال، نحن في البيوت قدوة لأبنائنا. ثاني، نحن في البيوت قدوة لأبنائنا، يجب أن يتعلم أبناؤنا منا في نهار رمضان كيف يحترمون رمضان، كيف يوقرون رمضان، كيف يعرفون لرمضان حرمة رمضان. فلا ينبغي أن يسمع أبناؤنا منا يرى منا عصبية أو سبابا أو شتما أو ألفاظا لا تليق برمضان أو غيبة أو نميمة إلى آخر الأخلاقيات السيئة. فكيف بالله عليك أيتها الكريمة نطالب البنت أو الولد بالالتزام ونحن وقعنا فيما وقعنا فيه؟ سقطت القدوة. ولذلك أقول للسائلة الكريمة، كل ابن آدم خطاء، استغفري وتوبي وعهدي ربك ألا تفعلي هذا مرة ثانية، صيامك صحيح إن شاء الله عز وجل ولا تكرري هذا مرة ثانية. الصيام يا إخواني، الصيام يا أحبابي، الصيام ليس دعوة للفسق، الصيام ليس دعوة للانحلال، الصيام دعوة للالتزام. لماذا أقول هذا الكلام؟ لما تراه العين في الشارع وأنا في طريقي للمسجد أو لأي مكان أذهب إليه أرى مهازل. العجيب عندما ننصح بعض إخواننا فنقول له رمضان كريم، تجد المتطوع يرد عليك يقول لك معلش اعذره بقى أصله صايم، كما لو كان الصيام دعوة للانحلال وسوء الأدب. لا يا إخواني، هذا كلام غير صحيح. الصحابة صاموا وما رأينا وما سمعنا وما نقل إلينا عنهم إلا الجميل الطيب. هذه أخلاقيات الإسلام، فعلينا أن نراجع أنفسنا لله تبارك وتعالى.